مشاهدينا إلى أخبار السباق الرئاسي في الولايات المتحدة، حيث يشتد التنافس قبل أقل من أسبوعين على موعد الاقتراع. ننتقل الآن إلى نافذة مباشرة من واشنطن مع نجلاء أبو مرعي. شكرا لكما ديما وماجد، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة لمواكبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية من البيت الأبيض. ونبدأها باستطلاع للرأي أظهر تراجع ترامب في أكثر من 10 ولايات متأرجحة. وبحسب استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة شبكة سي إن إن، فإنه إذا ما استمرت فعلا شعبية ترامب في التراجع في الولايات المتأرجحة، فإنه من المحتمل بالفعل أن يخسر ولايات أريزونا وفلوريدا وميشيغان وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن. التقرير أضاف أن خصم ترامب المرشح الديمقراطي جو بايدن سيحصل بذلك على 270 صوتا من المجمع الانتخابي، وهي الأصوات اللازمة للفوز بالرئاسة. تأتي هذه الاستطلاعات قبيل المناظرة الرئاسية المرتقبة هذه الليلة بين ترامب وبايدن، وهي المناظرة الثانية وجها لوجه بعد أن ألغيت المناظرة التي كان يفترض أن تكون الثانية بالفعل، وذلك لاعتبارات تتعلق بالسلامة والوقاية بعد أن كان ترامب قد خرج من مستشفاه للعلاج من إصابته بكورونا. المكان معزز بعناصر الأمن والجميع في حالة استنفار. في هذا المكان ستجري وقائع المعركة الكلامية الأخيرة بين المرشحين ترامب وبايدن مرة أخرى وجها لوجه في قاعة كيرب إيفنت سنتر داخل جامعة بيلمونت، محاولة أخيرة لتعزيز فرص الفوز بالرئاسة والقفز فوق قواعد المناظرة. قواعد جديدة أقرتها لجنة المناظرات الرئاسية، دقيقتان لكل مرشح للتحدث بحرية دون مضايقة من الطرف الآخر قبل أن يسمح لهما بالجدال والرد. أود أن أرى الرئيس ونائب الرئيس السابق يتصرفان بحس من المسؤولية والاحترام، هذا يظهر قيمة هذه البلاد. شبح كورونا يحضر هنا يهيمن على الأجواء، هو ملف النقاش الأول بأرقام ضحاياه، وهو الموضع الأكثر حرجا بالنسبة لترامب. جئت إلى هنا مع هذه اللافتة لتذكير الناس بعدد الأشخاص الذين قضوا بسبب فشل ترامب في مواجهة كورونا. إنه لم يصادق على استخدام الكمامات. العائلات الأمريكية ومسألة العرق، التغير المناخي والأمن القومي والقيادة ملفات لا تقل أهمية عن أبرزها. 90 دقيقة فقط، لا مجال لوقت إضافي أو أشواط زائدة. يقول الأمريكيون الطامحون لمناظرة تحترم عقولهم وتساعدهم على تحديد أولوياتهم في التصويت. هي فرصة المرشحين الأخيرة لاستمالة الناخبين. يقول ترامب بتهديد مبطن إن لديه استراتيجية خاصة بهذه المناظرة، بينما يغيب وما بين ترامب وبايدن يحتار بعض الناخبين بأصواتهم وسط آمال بأن تحسم المناظرة المرتقبة خياراتهم. وسام زين الدين العربي من جامعة بيلمونت في مدينة ناشفيل. تكتسب المناظرات الرئاسية أهمية بالغة لدى الناخبين، كيف يستخدمها كل مرشح لتسجيل نقاط إضافية على خصمه في هذا التقرير؟ كانت المواجهة بين ترامب وبايدن في المناظرة الرئاسية الأولى قاسية، شتائم واتهامات وإهانات قد تغير شكل المناظرات مستقبلا. الحقيقة أن كل شيء يقوله هو كذب ببساطة، أنا لست هنا لأبين ذلك. ولكنك توافق جو، أنت الكاذب. شاهد الأمريكيون أول مناظرة متلفزة في تاريخ الانتخابات الرئاسية مطلع الستينيات القرن الماضي. رفض حينها المرشح الجمهوري ريتشارد نيكسون الذي كان يتعافى بعد مكوثه في المستشفى وضع مساحيق تجميل. ركز 70 مليون مشاهد حينئذ على ما رأوه.
فاز كندي في الانتخابات. 16 عاما بعدها وفي مناظرته مع الديمقراطي جيمي كارتر، أخطأ الرئيس الجمهوري جيرالد فورد في توصيف الهيمنة السوفيتية على أوروبا الشرقية قائلا إنها غير موجودة. فاز كارتر في الانتخابات. هكذا هي المناظرات، خطأ واحد أو تصريح متميز يغير مزاج الناخب ومسار الانتخابات. لا يرى الناخبون المرشحين جنبا إلى جنب سوى 3 مرات يتحدثان إلى بعضهما، وهي مرحلة مهمة في الحملة الانتخابية، لذا أن تخاطر بأن لا تستغل هذه الفرصة ليس جيدا لأي من المرشحين. لا تقل المناظرات بين المرشحين لنائب الرئيس أهمية، ومع ذلك لا تؤثر المناظرات على تصويت 87% من الأمريكيين وفق استطلاع رأي، خاصة وأن أكثر من ثلثي الناخبين يقررون لمن سيذهب صوتهم قبل نحو 2 شهر من موعد الانتخابات. لكن عام 2020 هو عام المفاجآت، والمنافسة هي بين ترامب وبايدن، لذا يقول متابعون كل شيء ممكن. يحاول المرشحان خلال المناظرات خلق لحظة تصبح علامة فارقة يتذكر الناخبون من خلالها المرشح، تهيمن على وسائل الإعلام وتسهم في التأثير على التصويت. مهمة ليست سهلة، خاصة إذا كانت المناظرة مع ترامب. ريما بحمدية، العربي، واشنطن. قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن إحاطة سرية طلع عليها بالأمس تشير إلى أن التدخل الإيراني في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر لا تستهدف دونالد ترامب بعينه، إنما كانت تستهدف تشويه الثقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو تقويضها، ولم يكن هذا الاستهداف لمرشح ترامب أو لشخصية بعينها سواء ترامب أو بايدن. وكانت إيران وروسيا قد استنكرتا هذه الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أشار مدير جهاز الاستخبارات جون راتكليف بأن معلومات تفيد أو تشير إلى مساعي لإيران ومساعي لروسيا بالتدخل في الانتخابات المقبلة في 3 نوفمبر. روسيا مضافة لها إيران هذه المرة تحت العدسة الاستخباراتية الأمريكية. الدولتان متهمتان بالتدخل في مسار الانتخابات الأمريكية ضد الرئيس ترامب. مدير الاستخبارات جون راديكليف أكد حصول روسيا على بيانات للناخبين الأمريكيين لاستخدامها في تضليل الرأي العام، واتهم إيران بإرسال رسائل إلكترونية تحريضية لتقويض الثقة بالديمقراطية الأمريكية. بداية أود أن أؤكد أنه تم بالفعل الحصول على معلومات بعض الناخبين من قبل إيران وروسيا. هذه البيانات يمكن استخدامها من قبل جهات أجنبية لإيصال معلومات مضللة إلى الناخبين، والتي قد تتسبب في إثارة الفوضى وتقويض الثقة في الديمقراطية الأمريكية. التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية آخر الهبات الاستخباراتية لإدارة ترامب، تمنحه مناعة من الاتهامات السابقة التي لحقته في انتخابات عام 2016، وتضعه في موقف متقدم استباقا لأي إشارة مستقبلية عن تدخلات خارجية في الانتخابات لصالحه. الرئيس أوعز لي بأن أبقي الرأي العام على اطلاع بالمعلومات المتوفرة، وأنا ألتزم أمامكم بأني سأفعل ذلك بكل شفافية ووضوح، ونحن لن نتسامح مع أي تدخل أجنبي في انتخاباتنا. يأتي كشف راديكليف عن هذه المعلومات في خضم السباق الرئاسي الأمريكي، وفي لحظة أحوج ما يكون فيها ترامب إلى تقديمه للناخب الأمريكي كمستهدف من قبل خصوم أمريكا وبالأخص روسيا التي اتهمت بالتواطؤ لصالحه في الانتخابات السابقة.
وقد وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ على تثبيت ترشيح القاضية إيمي كوني باريت مرشحة ترامب لعضوية المحكمة العليا وسط مقاطعة الديمقراطيين لهذه الجلسة. وكان جو بايدن وفي مقابلة تلفزيونية قد أشار إلى أنه في حال فوزه فإنه سيعمد إلى تشكيل لجنة خبراء من الجمهوريين والديمقراطيين للنظر في نظام المحكمة العليا لأنه خرج عن السيطرة على حد قوله. وللحديث عن كل هذه التطورات المتعلقة في مسار الحملات الانتخابية لكل من بايدن وترامب وأيضا مع كل الإشارات إلى تدخلات خارجية معنا زيد بنيامين من واشنطن ومن تنسي وسام زين الدين. أبدأ معك وسام، يعني في خضم هذه التطورات هناك مناظرة هذه الليلة وربما كل ما تابعناه اليوم سينعكس عليها، ما هي الاستعدادات لهذه المناظرة؟ نعم بالفعل نجلاء، كما أسلفنا في بداية العرب اليوم إنها الفرصة الأخيرة لكلا المرشحين. هذه الأخبار الأخيرة التي صدرت وتم الكشف عنها ستلقي بظلالها على هذه المناظرة. هناك توقعات بأن يخرج المرشحان عن مسار المناظرة والمواضيع والمحاور التي حددت سلفا، هناك توقعات بأن يكون هناك تسليط الضوء على هذا الاختراق للانتخابات من قبل إيران وروسيا. أيضا الترشيح الأخير للقاضية في المحكمة العليا سيسيطر على ربما أجواء هذه المناظرة، إضافة لتوقعات بأن يكون رسائل وأن تكون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنجل المرشح الديمقراطي جو بايدن حاضرة أيضا من قبل الرئيس ترامب. نتواجد هنا أمام جامعة بيلمونت، هذه هي الجامعة من خلفي وفيها القاعة التي ستجري فيها المناظرة، قاعة كيرب إيفنت سنتر. الإجراءات نجلاء كانت شديدة جدا، هناك تشديد بإجراء فحص كوفيد 19 لكل الحضور الذين سيتواجدون في هذه المناظرة، إضافة لذلك سيتم الطلب من أي شخص يقوم بخلع الكمامة أو الماسك من وجهه بأن يغادر القاعة فورا من قبل لجنة المناظرات الرئاسية. حملة جو بايدن اليوم أعلنت أن المرشح الديمقراطي أجرى اختبارا لفحص كورونا وكانت نتيجته سلبية. إضافة إلى هذه المواضيع سيكون هناك طبعا كان هناك عفوا أبريني هنا ما زال الهجوم مستمر من قبل الرئيس ترامب على مديرة المناظرة وهي مذيعة في قناة NBC نيوز كريستين وولكر، وقال بأنها لن تكون محايدة ولن تكون موضوعية في طرحها للمواضيع. إضافة للقواعد هناك كما أوردت في التقرير نعم. الذي قمت بإعداده، هناك دقيقتان لكل مرشح في بداية كل محور سيتم الحديث عنه ومن ثم سيتم السماح لهما بالنقاش والرد على بعضهما. نعم نجلاء. نعم وسام، أتحول إلى زيد في واشنطن. إذن واستباقا لهذه المناظرة كان هناك الكثير من المعلومات التي تدفقت فيما يتعلق بتدخلات خارجية، الاتهامات توجه الآن لإيران وروسيا بالتأثير على الرأي العام، ماذا في تفاصيل هذه المعلومات؟ نعم نجلاء، طبعا قبل أن ندخل في إجابة هذا السؤال، غادر الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا قبل قليل بالطائرة المروحية متوجهين إلى قاعدة أندروس الجوية حيث سيتوجهان من هناك إلى ناشفيل. الرئيس ترامب ربما غادر متأخرا لمدة 20 دقيقة عن الموعد المعلن للمغادرة ومعه زوجته. طبعا سنحاول أن نعرف إن كانت ستحضر فعلا هذه المناظرة باعتبار أن يوم أمس كان لدي
لديها كحة بسيطة لم تستطع مصاحبة الرئيس في تجمع لأنصاره. بالنسبة لآخر مستجدات التدخل الروسي والإيراني، أنا أعتقد أنه الموضوع انتقل من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية. رأينا خلال الساعات الماضية يعني بيانين مهمين يصدران من لجنتي الاستخبارات في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يحاولون من خلال هذه البيانات طمأنة الرأي العام الأمريكي بضرورة الذهاب إلى مراكز الاقتراع والتصويت، والثقة أن يكون لديهم ثقة بالعملية الانتخابية وبأن لن يتم استهدافهم بأي طريقة من الطرق، وأن التصويت والاسم الذي سيوضع على يعني ورقة التصويت سيبقى سريا لن يعلم به أحد. فبالتالي هم يحاولون الآن طمأنة الأمريكيين بضرورة التصويت بعيدا عن هذه التهديدات التي يعني ربما قد تكون يعني مغالية في محاولة يعني إخافة الأمريكيين من أنها سيعلمون لمن سيصوتون، وبالتالي سينشرون معلومات خاصة عنهم، وهذا غير وارد بحسب هذه البيانات. وأعتقد أنه خلال الساعات المقبلة سنشاهد الكثير من هذه البيانات التي تحاول أن تطمئن الأمريكيين في ما يتعلق بكيفية إجراء العملية الانتخابية. نعم نجلاء.